أخي الكريم أختي الكريمة متساكن الدائرة الانتخابية منزل جميل جرزونة معكم مرشحكم لانتخابات تشريعية إلى ديسمبر 2022 رضا الغربي متساكن من جميل جرزونة أي متساكن جرزونة منزل جميل منزل عبد الرحمن واد الرومين العزيب جدارة مغراوة بوشكارة صوتكم لي ثقة أعتز بها وأمانة تدفعني لمزيد العمل والجهد لخدمتكم والسعي بما اوتيتم من قوه لايصال اصواتكم فنيابتكم تكليف وليس تشريف. اخواني اخواتي اتقدم لكم بعناوين بران برنامج الانتخابي على المجال السياسي العمل على دعم الديمقراطيه بترسيخ مبادئ المساواه بين الجميع ولا احد فوق القانون وذلك بارساء دعائم حياه سياسيه تلعب فيها منظمات المجتمع المدني والاحزاب دورا هاما وكبيرا من اجل حمايه الحريات الفرديه والفكريه. حتى يتسنى يتسنى لنا الحفاظ على وحدتنا وحدة وطننا العزيز وسلامة أراضيه واستقلاله. أما بالنسبة للمجال الاقتصادي يكون العمل على وضع سياسة وطنية لتطوير ودعم الإنتاج الصناعي والفلاحي وخاصة منها الفلاحي الذي يميز جهتنا سواء كان الزراعي أو الصيد البحري. وذلك بضمان الاستقلال الوطني والابتعاد عن التبعية على مستوى متطلبات الفلاحية من بذور وأسمدة وأدوية والتجيع على الاستثمار في هذه الميادين. أما بالنسبة للمجال الاجتماعي سنعمل على جعل الصحة والتربية والتعليم من أولويات العمل البرلماني في ظل دولة عادلة أساسها حقوق يضمنها الدستور مع تطوير منظومة الضمان الاجتماعي وتسهيلها وتقريب الخدمات للمواطنين وجعلها سلسة. كذلك تحسين خدمات العائلات المعوزة بالرقي بالمستوى المعيشي لها وتوفير ضروريات الحياة الكريمة. بالنسبة للمجال الرياضي العمل على تحسين المنشآت الرياضية لما فيها من فائدة تعود على الشباب من منفعة والالتزام بحياة رياضية سليمة. في ظل نوادٍ وجمعيات سواء كانت جمعيات جماعية أو فردية تكون السبب الرئيسي في الارتقاء بشبابنا والعمل على خلق حركية ثقافية وترفيهية لأطفال وشباب الجهة والابتعاد عن مخاطر الشارع من تعاطي الكحول أو المخدرات, المخدرات. شكراً